خلينا نتكلم يا كابتن شوبير. طيب ايه نقاط القوه والضعف؟ ايه اللي ممكن مارسيل كولر يبتدي يلعب يذاكره عليه ويلعب كويس. عليه؟ طيب اهم نقاط القوه في الزمالك هي في نفس الوقت تقدر تلعب عليها كنقاط ضعف، اللي هي ايه؟ عبد الله السعيد ده واحد من نقاط القوه في نادي الزمالك. عبد الله السعيد معاه طبعا ناصر ماهر، هم عنصرين مؤثرين في وسط ملعب نادي الزمالك، واللي جوميز اعتمد عليهم في فكرته امام النادي الاهلي ان هو ازاي يخلي وسط ملعب النادي الاهلي ما يقدرش يستحوذ على الكوره. ليه؟ لان هم بيعملوا ضغط بشكل معين، وكمان لما تبقى معاهم الكوره عندهم المهارات بتاعت التسليم والتسلم بشكل قوي. يعني عبد الله السعيد اخر 4 مباريات لنادي الزمالك هو الاعلى في فكره التسليم والتسلم، والاعلى في فكره التمريرات الصحيحه. بنتكلم في لعيب تقريبا قرب ال 40 سنه، ولكن هو بيعرف ذكي في توزيع القصه دي. ناصر ماهر جوميز بيستخدمه دايما ان هو اللعيب اللي بيضغط مع المهاجم الجزيري، وفي نفس الوقت هو لما بيمسك الكره بيحاول يعمل النقله للحته اللي قدام، صنع الهدف من على الجنب اليمين بالظبط كده. طيب دي نقاط قوه، ونقاط قوه مهمه جدا، ممكن حتى في لقطتين نستعرضهم عشان نخلص نقاط القوه في الزمالك. الطريقه اللي هم بيلعبوا بيها الزمالك عنده طريقتين تقريبا بيلعبك بيهم هجوميا. النقطه الاولى اللي هي اللونج باس اللي بيحاول دايما يعمله في العمق، سواء لزيزو لما بيتحرك وبيبتدي يكسر، او لما بيجيب الباك الشمال اللي هو محمد بن طايك بيخليه يضم للعمق، كان قبل كده بيعملها مع فتوح ودلوقتي بيعملها مع بن طايك، ان هو يزوده ويخليه يخش في العمق ياخد اللونج باس دي. طيب هنا دي لا ده هنا دي نقاط الضعف. خلينا بس نخش خلينا في نقاط القوه بالظبط، هم صور في الاخر خالص. هي دي يا كابتن شوبير. بص ده ناصر ماهر هو معاه الكوره، بص هنا زيزو والجزيري، وده بن طايك ده مش شعبي على ما اتذكر. هنا زيزو بص هيتحرك فين، وبن طايك هنا ممكن كان يبقى حل تاني ان هو يبتدي يتسحب ويخش. فدي نقطه قوه الزمالك، بيلعب على الكوره دي كتير، لعبها في الدوري الموسم اللي فات ولعبها في المباراه دي. هنا الكوره الثانيه على طول هنتحرك هنلاقي بص زيزو راح فين، والكوره هنا وصلت لعبها فيرست تايم بس طلعت بره، ممكن تبقى هدف دي بالظبط. في نفس الكوره شبيهه ليها، بس احنا انا مش جايبها في اللقطه دي لانها اتحسبت اوف سايد. في الشوط الثاني كانت لبن تايك بس الشناوي صدها وكانت اوف سايد. هنا برده دي لونج بول بشكل ثاني بيلعبوها على الطرف. النهارده بص هنا ده اعتقد ده مش لاك، وهو بيجري وجنبه زيزو بيقولوا سريع جدا هو لعيب سريع، لكن لسه برده ما ظهرش بشكل قوي، ما شفتوش حتى دفاعيا يعني، مش عايزينه بس يظهر بكره بالظبط كده. فهو هنا ده زياد كمال لعب الكره الطوليه في المساحه اللي ورا عند نادي بيراميدز. الراجل ده انطلق لحد اخر عند خط المرمى ولعبها. بص هنا بقى تمركز زيزو والزيادات اللي هي السريعه، فدي طريقه من الطرق اللي بيلعب بيها نادي الزمالك وبيركز فيها جدا. الطريقه الثانيه طبعا اللي احنا عارفينها الاطراف الطايره، عمر جابر او الطرف الشمال بن طايك طايرين بيلعبوا الكور العرضيه، لان الزمالك بيلعب كم كور عرضيه كبير جدا خلال المباراه. طيب نرجع بقى هنا نتكلم عن نقط الضعف. عبد الله السعيد برضه. ليه بنقول عبد الله السعيد ان ممكن اللي هو نقطه القوه يتحول نقطه ضعف؟ لان هو بيتبني عليه اللعب. طيب عبد الله السعيد لما هنيجي نستعرض هنا الحالات، ده حاله الجون الاول بتاع نادي بيراميدز. هنا رمضان صبحي عدى من شحاته. بص عبد الله السعيد هنا فين؟ المفروض انه راح يعمل الواجب الدفاعي كرجل لاعب وسط ملعبه، كان معاه زيزو ترقصه، وهنا رمضان رجعت له الكوره. بص بقى تمركزه عامل ازاي؟ فهو يعتبر مش ما بقصدش ان هو متسبب في الهدف، ولكن اقصد ان هو عشان لعيب نص ملعب الارتداد الدفاعي بتاعه بيبقى ساعات فيه مشكله. فالنهارده هنا بيراميدز قدر يستغل كره زي دي. بص هنا دي في ماتش السوبر الافريقي. ده هنا الهجمه اللي جه منها ضربه الجزاء بتاعت النادي الاهلي. بص هنا عبد الله السعيد قدام اكرم، اكرم لعبها لبيرسي تاو. بص لما اكرم هياخدها تاني هيعمل ايه؟ هيجري النهارده هيستفيد بسرعته وقوه. عبد الله السعيد ما قدرش يعمل التدخل. النهارده بقى عندك بص هنا في حل، كام حل تقدر تستفيد بيه في الاخر. اكرم توفيق راح وخد ركله جزاء. نكمل النقطه اللي بعدها. بص هنا ده ماتش نهائي الكاس. ده كره الهدف الاول. عبد الله السعيد عمل التصرف الصح الاولاني، هو خد الكوره من كهربا، لكن هنا بقى الضغط العالي للنادي الاهلي او الضغط المزدوج اللي النادي الاهلي عمله، ادي عمر كمال ووراه قفشه، وادي كهربا واقع بيقاتل على الكوره. اتقطعت من عبد الله السعيد باصتين. قفشه عمل عرضيه، امام عاشور جاب الهدف. نكمل دي لعبه الجول. نكمل دي هنا في مباراه بيراميدز اللي فاتت، ده عبد الله السعيد استلم الكره بيلف عشان يباص، لقى بلاتي توري وراه قطع منه الكره وراحت هجمه واحده لنادي بيراميدز. نكمل هنفضل. بص راحت هنا رمضان صبحي كان يقدر عنده برده الحل تاني. فالنهارده هنا عبد الله السعيد دي كره ركله الجزاء يا كابتن شوبير. عبد الله السعيد عايز يرجعها للمسلوسي
النهارده ضغط عليه الكره اتلعبت بشكل خاطئ جت نعم. ركله جزاء اللي اتحسبت لنادي بيراميدز بالظبط كده. النهارده القصد من هنا ايه؟ القصد من هنا ان اللعبه اللي بيلعبها جوميز هي فيها الفكره بتاعت ان هو بيحاول يفضي لك انت نص الملعب بتاعتك بتاعت النادي الاهلي ان هو يخلي اكرم ومروان وحتى امام عاشور ما يبقاش عندهم القدره ان هم يستلموا الكره كتير لان هو امام اللي لو بيلعب في التشكيله في نص الملعب امام هو اللي بيعتمد على فكره ان هو يستلم الكره ويحرك اكرم ومروان بيهتموا شويه بالجانب الدفاعي بعد كده التحولات فهو بيسحبهم لك بيسحبهم لك بمين واحد يسحب عبد الله يسحب اكرم مثلا وناصر يسحب مروان فهي دي الفكره انت استسلمت ليها لكن النهارده لو انت قدرت تلعب عليها بشكل معين تبقى نقطه قوه النهارده تبقى نقطه قوه طيب. بالنسبه لك لان النادي الاهلي عنده السرعات حلو. وعنده اللعيبه اللي تقدر النهارده تستغل المساحات اللي عند طيب اسف يا كابتن شوبير اللي بتبقى ورا مدافعين الزمالك وكمان البريس اللي ممكن يتعمل على حسام عبد المجيد لانه جميل. لما بيتعمل عليه ضغط سهل جدا يفقد الكوره طيب.